نزحوا من معارك سنار إلى ولاية كسلا. مئات الآلاف من السودانيين تركوا ديارهم وفروا شرقا بحثا عن الأمن والمأوى. هي رحلة ما زالت تلازم المعاناة أصحابها. أنا لي الوضع ده لي 22 يوم نفس الوضع، ولا مشمع ولا أي شيء، وأنا ما طلعت إلا بالتوب ده. تحت الشجرة إلا بالتوب ده طلعت بيه. كلهم قاعدين حتى في الشارع، وبيتين امبارح ده المطر دقينا بس خشينا العمارة دي، قعدنا مع الناس بس وطلعنا حس الصباح، قعدنا هنا في الشارع ما عندنا أي محلة، وما عندنا أهل هنا، ما عندنا أي محلة هنا. من كتبت لهم النجاة وفروا من جحيم المعارك تلاحقهم ذكريات صادمة. بيطلعنا أنا، إحنا بطلعنا البنات، عندنا فتوات، عندنا بنات، ده الشيء اللي بخليك أنت تجري بيتك تنقذ بيتك يعني. بقينا أنا، إحنا خلينا الماء، خلينا يدقوك يعني. أنا حشوفتهم العربية بتاعتنا، إحنا ده نومونا كده في الأرض، لحقونا فوق، والرجال ده نومون في الأرض، شالوا كل ما يملك عندهم، وروك أي حاجة شالوا وخلونا إحنا طلعونا فوق. يلا اللي عندها جواز، اللي عندها تلفون، جوازات دي شالوا عملها كده دعم السريع. دول قالوا شنو؟ قالوا ليش شنو؟ قال انتوا مسافرين وين؟ تمشوا وين؟ من الحقوكم محل ماشي، من الحقوكم. وفي هذا المركز الإيوائي داخل كسلا قصص تلخص قسوة الحرب. تعبت يا ولدي، والله ريق نشف، والله استنى كده، والله ضغطي ارتفع، قلبي وعندي القلب وعندي الضغط وعندي السكري، ده كله يا ولدي لما، وعندي الكلى وكراعي مكسورة الاثنين مكسرين. جيت المشوار ده كله؟ والله جيت المشوار ده كله، يكين شايليني شيء. وإزاء هذا الواقع وتمدد موجة النزوح، شرعت السلطات بولاية كسلا في إنفاذ قرارات لمواجهة الأزمة. في البداية كنا رفضنا أنه نعمل مخيمات، لأنه المدارس كانت كافية في أنه يستوعبوا إخواننا النازحين من الجزيرة ومن ولاية الخرطوم، لكن هسه المسألة تفاقمت، المدارس بقت مليانة بالنازحين، وبقينا محتاجين إلى أنه نعمل مخيمات جديدة. هسه هم منظمات الأمم المتحدة شغالين معنا على أساس أنه يعملوا مخيمات. وإلى حين إنفاذ قرارات الحكومة بفتح مخيمات تستوعب النازحين، تظل معاناة هؤلاء مستمرة. استمرار الحرب وتمددها في السودان بالنسبة لسكان مخيمات النزوح ومراكز الإيواء يعني بقاءهم على هذا الحال، وهو حال يضع الحكومة السودانية ومنظمات الغوث أمام اختبار حقيقي في مواجهة واحدة من أكبر أزمات النزوح في العالم. نزار البغداوي، العربية، ولاية كسلا، شرقي السودان.